انت لو ما بطلتيش الحركات العبيطه اللي انت بتعمليها دي انا مش هسكت لك. حركات عبيطه ايه يا مستر؟ هو انا عملت حاجه؟ لا انت عارفه كويس قوي انت عملت ايه. بهزر عادي يعني. ما هو ده مش هزار، دي اسمها قله ادب. انت عارف كويس ان انا معجبه بيك. لا ده انت اتجننتي خالص بقى ومحتاجه تفوقي. انت اتجننتي يا بنت انت؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ والنعمه زي ما حكيت لحضرتك كده بالظبط. مستر انور حاول يقرب مني الفتره الاخيره زياده شويه، وانا بصراحه كنت بثق فيه وبحكي له المشاكل اللي بتحصل لي في المدرسه، ويعني اداني الامان. ومره على مره كملي. مره مسك ايدي وبعدين هو حاول يقرب مني. انا اسفه والله ما قداميش حد غير حضرتك اشتكي له، وانا لوحدي ومش عارفه اقول لماما. انا بجد ما فيش حد هيصدقني. انا قلت لك قبل كده بعيدي عن اسماء العيالي دي وانت بتسمعيش الكلام. انا برضه اتصدمت بعد ما سمعت الكلام اللي هي قالته لي. انا مش متخيله اصلا هي ازاي قدرت تعمل كده. عشان تبقى تصدقيني لما اقول لك حاجه، ثم انها تنكى وما بتنزليش منظور اصلا. لا يا رامي، انا برضه مش عايز اجي عليها. ليالي دي بنت شقيانه وعيشتها صعبه، كمان امها شقيانه عليها قوي على فكره. هي مش امها دي اللي شغاله مع مدام فاطمه؟ ايوه. طيب انا اتاخرت على الورشه، يلا عشان اروحك. يلا وفكري في الكلام اللي انا قلته لك. لا ده انت اتجننتي بقى، انت بتكدبين انا ومصدقه العيله الصغيره دي؟ وهي هتكدب ليه؟ عشان مراهقه يا فريال، مراهقه. وبعدين بعد اللي هي عملته ده كمان طلعت مش سويه. والله طلعتها مجنونه خلاص يا فريال. افهمي، هي عايزه توهمك ان انا مسكت ايديها. ولما هي كده ما اشتكتهاش ليه للمدرسه؟ علشان مش عايزه اعمل مشاكل، وبعدين امها لو عرفت حاجه زي دي ممكن يحصل لها حاجه. أنا الأول مرة في حياتي أحس بقلق من ناحيتك يا أنور. كده يا فريال؟ ماشي. أنا هروح لأمها علشان أحط حد للموضوع ده. بس أنا بجد زعلان منه. انت اول مره تشك فيا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.